ما زلنا مواصلين معكم في برنامج نهارك زين على قناة حنبال. نعتذر ديما على الصوت، صوتي راهو تحسوني نحكي شوية بخشمي خاطرني مقربة وتقريبا عندي جمعة مقربة يا أستاذ، وتوا وليت لاباس. نحب نرحب ضيفي يا الأستاذ أحمد الغربي، مرحبا. أهلا وسهلا، شحوايلك سمية واللي يسمعوا فيك الكل، وبرشا يوصلوا لك في السلام معايا وأني سلام أمانة. قولي لي سلم عليها وبرنامج هاي الياسر، وتعلموا برشا دراسات. واليوم أنا بدي كل مرة نجي بحدك نتعلم. مركز من تعلمت شويه حاجات، خاطر انا ماني قلت لك ثقافتي ضعيفه ياسر في الماكله في التطيب، ناكله كهوا ما قعدت كل مره نكتشف معناها، فهمني. والنصائح قاعد ناخذ بها مراه صوف كيف مثلا حكيت تو هكا نهير من هيرات نهزك وحدايا الكوجينه ونعلمك شويه. والله ان شاء الله ماذا بيا انا نصور روحي ما تحقني عملت على الحكايه على خاطر تو لازم في رمضان مع المدام شي لا لا جوست قلت لك انا عليك قبل بدرجه زاده معناها، فهمت. والله العظيم شفت الوقت قبل شغل فتره انا ياسر قهوه معناتها، هذاك علاش نتقلق ياسر معناها، فهمت. ماذا بيك الساعه اللي قبل ولا قبل بساعتين، ماذا بيا هكا اللي ندور بحتى بلاصه، ماذا بيا ريقت. عندك حشيشه رمضان؟ لا مش حشيشه رمضان، اما كيف ما برشا توانسه تو احنا نمشيو شو عمل في المحكمه ماله؟ شوف هذاك الصباح نفرغ هكا دوب دوبك ساعتين ثلاثه هذوكم سي بون معناتها الشهر جوفي، ماذا بيا نقص الكونتاكت نقص فهمت. سينو انا نشوف فيه والله فما نوعية نتاع عرق. نحب نعرف السؤال، جاوبني عليه. في المحكمة فما حشيشة رمضانك فما ستريس؟ هي في وسط العام خايضة، فما بالك توا العباد صايمة واعدة. كيفاش الأجواء عندكم؟ الأجواء معبية ديما، الناس كل شاكية ببعضها، قضايا الطلاق ما تتخيلش كيفاش، قضايا العنف السبة حالة رهيبة يكثر معناتها أنت على شربة مال حتلقى روحها ما تعاركة يفضها حد. والله اسمع والله ظاهرة والله اليوم ظاهرة غريبة ما توصل حتى الكوجينة معناها توصل الكوجينة توصل أبسط الأشياء توصل أبسط هذيك اللي يهبل هو. أنا مو جيت بحذاك مرة قلت لك أنا نحب نهار رافع مع عليا ماشي معاه قاعدين يحلوا في الظاهرة راهو مش عادية كيما تو نربطها بموضوعنا تو احنا تو نشوفوا وضعيات في الفيسبوك في التلافز في معناتها حاجة تقول احنا فين بالضبط؟ يا اخي قاعد صاير هذا حلم ولا علم؟ صحيح صحيح. جي احنا توا مو حكينا موضوعنا، قلنا المراه اللي في القروان هذيك اللي دخلت على المعلمه والفيديو اللي شافوه الناس الكل وصارت ثائره التونسيين الكل. لا والله لا اجي نقول لك استاذ، خاطر احنا راهو صحيح كل يوم تجينا معناها راهو ظواهر عجيبه وغريبه على السوشيال ميديا، لكن اليوم واللي خليني نحكي فيه ما نحكيش في مواضيع معناها توجدت على السوشيال ميديا. جميع نهار تناولت موضوع في برنامج نهارك زين، بالعكس معناها حتى اللي يكونوا بحذايا ديما نحاول يكون برنامج راقي، برنامج عائلي بحق، نحاول نفيد العائله التونسيه اللي قاعده تتبع فينا. لكن اليوم باش ناخذ من زاويه نجم نفيد بها العائله التونسيه. اليوم وقت اللي راهو امراه دخلت كلاس في معناها مدرسه في القروان، دونك دخلت كلاس وتحكي مع المعلمه وهانت المعلمه وشدت تلميذه معناها دزتها، دونك اعتدت على تلميذه وصغيراتنا خايفين. والسؤال يطرح نفسه شكون يصور في الفيديو هذايا؟ اللي يصور في الفيديو هذايا كي نجم يوقفها؟ شفنا زاد زوز اخرين ما نعرفش اسيستون ولا شكون نلقاهم معناها قاعدين في الباب ما خلوش التلامذه يخرجوا، مع التلامذه استمتعوا وسمعوا الكلام هذاك اللي هو محلها على الاخر معناها قاعد مساكن يسمعوا. برشا راهم خايفين خاطر صغيرات، شفنا حتى العمار معناها صغيرات على الاخر. برشا نقاط استفهام اليوم تتطرح معناها علاش نوصلوا راهي ماهيش الحادثه الاولى باش نبداو واضحين. لا مش حوادث صارت برشا مرات في تونس العاصمه وديما تصير، والمعلم هوني زاد ما يشكيش وما يطالبش بحقه على خاطر ينجم يكون يخاف يقول لك انا من بعد كي نمشي نشكي تنجم معناها المراه هذيك ولا الرجل هذاك معناها من بعد يجيب لي عائلته ويقعد معناها تطويل الحكايه وكل، دونك ياكل معناها نقولوا احنا مسيك لا عنده لا حق لا حتى شيء. وتتواصل الحادثه هذه اللي انا ديما نشوفوها في مدارسنا، مش اول وليه معناها تعتدي على معلمه. دونك استاذ ماذا يحصل اليوم في مدارسنا وفي بالحق في معاهدنا اللي احنا ديما نقولوا صغيراتنا امانه؟ راهو انا كي نبعث ولدي لكلاس باش يمشي يقرا تو مره زاد في تطاوين وليد مشى يقرا معناها كلموا عيطوا قالوا له توفى طاح عليه معناها كل وين يلعبوا في السبور الجول هذاك مؤخرا اللي في عينه قص في عينه والوليد زاد هذاك مؤخرا. انت الاشكال معناها حوادث بالحق حوادث خطيره. خلينا نحط الامور في اطارها، احنا اليوم رانا نتحدث على قطاع حساس في تونس راه قطاع التعليم. من يقول تعليم راه يقول المستقبل، راه جيل المستقبل هذا اللي بيشد تونس نهار اخر. الوضعيه اللي قاعده صايره في المدارس والمعاهد التونسيه تطرح اشكال كبير ياسر، ولازم القائمين على هذه الدوله والحكومه ورئاسه الجمهوريه تهتم اهتمام كبير، لانك اليوم صغارنا هذوما هما مستقبل البلاد. صغير اول حاجه ساعه نستحفظوا عليه في تربيته وفي داخل عائلته
ونستحفظوا عليه في المؤسسه التربويه. انا عندي برشا اسئله نطرح فيهم، طيب نرجعوا له الموضوع نتاعنا اللي نتحدثوا على العنف وظاهره العنف في المدارس اللي هو 2019 يتحدثوا على 5000 حاله تاع اعتداء. هذا اللي شيفر نتاع 2019 من 10 وقداش حاجه كبيره ياسر. يعني المدارس الخاصه اليوم ولات فضاء للعرك للمعروك للاعتداء على المربين، مدارس العموميه. الشيء اللي خلى تطور كبير في المدارس الخاصه. انت ما لاحظتش احنا عايشين في تونس، ما لاحظتش ظهرت المدارس الخاصه ولات برشا موجوده. قبل المدارس الخاصه يمشوا لها بين قوسين كان الفشل، اللي يدوبل ما يحبش يعاود العام يمشي يخلص فلوس ويمشي. طوالي تقريبا المدارس الخاصه مستشريه وبرشا مدارس خاصه، والعباد يقول لك انا في بالك أنا حتى معناها حتى لفتت الانتباه المدارس الخاصه سرقت كل شيء من المدارس العموميه، على خاطر بالحق ما نحبش نشكر هنا المدارس الخاصه. انا حاجه توجعني راهو انا كي نحكي على المدارس الخاصه اليوم كيفاش معناها تلهو بالصغيرات وكيفاش معناها نظام وكل شيء وتلقاه معناها يتبعوا بالنوت وتلقاه ما كان ميلويت وكل شيء مع لي باغون والكل، ونمشي نعمل كومباريزون صغيره راهو باش نبداو واضحين. مش الناس الكل عندها فلوس باش تقري في البريفي، معناها انا واحده من الناس مواطنه تونسيه راني عندي حق نقري ولدي في سامحني القطاع العمومي. القطاع العمومي ما عنديش فلوس مثال باش ندفع عليه كل شهر مثال 600 ولا 700. اي سامحني انا هوني هذا حق من حقوقي كما قرينا احنا قبل نحب نقري صغيري هكاك راهو ماشيين يا استاذ ونرجع بالتوالي. صحيح احنا شوف جوده التعليم في القطاع العمومي ما نتحدثوش فيه. اليوم راهو التونسي ولا حتى امكانياته محدوده ينقص من برشا حاجات، يقول لك انا نحب ولدي نتهنى عليه. قبل التعليم نحب نتهنى عليه، على القليله يمشي يقرا يروح لي لاباس. انا قريت في مدرسه عموميه وتقريبا يظهر لي انت معناتها قريت في مدرسه عموميه، والمدرسه العموميه راهي تقعد ديما هي معناتها اهم معناتها قطاع اهم حاجه في التعليم. لكن المدارس الخاصه يقول لك انا نحط ولدي في مدرسه خاصه، نضغط على روحي، نضغط على المصاريف، على القليله نلقى كي يروح معناتها نعرف وين وقداش يقعد وقداش باش يجي. انت كي تشوف في المدارس الخاصه، انا هذا الشيء نحب نشوفه في المدارس العموميه، اش معناتها في مدرسه خاصه تو انت تحب تلقى البيبان مسكرين واللي يدخل يضرب السنوري ويستنى شكونك وشكون سيفتك وما يدخلش اللي يجي. المدارس الخاصة المدارس العمومية تلقى حظبة ساعة ما فهمتش أنا الحظبة هذه. السؤال يطرح نفسه مثال الفيديو اللي كما قاعدين نشوفوا فيه سيد المشاهدين، أنا نحب نعرف وقت اللي ولي يدخل معناه يعتدي على معلم في معقل دياره معناه في القسم نتاعو، السؤال يطرح نفسه كيفاش دخل غادي؟ الباب محلول، احنا ندوروا في تونس. ثم حارس يعني حارس معناه للمدرسة والمعهد هذاك الحارس ولا غير حق. أنا ساعة قلت لك الباب محلول، علاش محلول؟ علاش محلول الباب؟ ما هو فما باب لازم يكون مسكر ولازم يكون فما معناتها اطار معين اللي البلاصه هذيك ما يدخلوا لها كان الناس المعنيين سواء تلامذه والا سواء معلمين ولا المدير، ومسكره كما في المدارس الخاصه. وشو المانع؟ ترى انت راهو ساحه المدرسه ما تعرفش شكون يدخل لك، البيبان محلول عليه محلول خليه مسكر، انا باش نتهنى انا شكون يدخل شكون يخرج. هذه حاجه، وحاجه ثانيه اللي قاعدين قلت لك راه تلقى حظبه وتقاموا جنرال ما فهمتش انا من النوم ديريكت تعديوا بحضر المدرسه ما حاجه ما حتى اللباس تقول كانوا راقدين جاوا وخرجوا يستناوا حظبه ما تعرفش عليه معناها هذا اش قاعد يعمل هذاك اش قاعد يعمل. المحيط المدرسي الكل فيه عباد معناتها خارج المحيط هذا شنو ومخلفات نتاعو هذاك ترويج مخدرات وحكينا فيه مره الموضوع لهنا معك سميه. هذا كله المحيط المدرسي والباب اللي يتسكر والحارس اللي موجود كما قلت انت لازم يكون موجود وحازم والكل هذا الكل يخلينا ما نوصلوش لوضعيات كيما هكاك، لانه المراه اللي شفناها احنا مش انا مش حدث عليها المراه هذه هي مثال هي مثال، اما نحكيو ديجا هي اش قلت لك كيفاش تدخل كيفاش دخلت وتدخل تدخل القسم وثم تعتدي على مربيه والمربيه ساكته وفما ناس تتفرج. انا لين بيني وبينك لليوم انا بالنسبه للحاله هذيك ما نتصورهاش معناتها في كم مدارك العقلية أستاذ حتى من كلامه حتى من كذا. هاني باش نسألك توا سؤال به، أنا الاعتداءات هذه اللي قلت لك اللي قاعدة تصير معناها في معاهدنا ويتعرضوا لها المعلمين والأساتذة كل شيء، قانونيا علاش إلى حد يومنا هذا ما زلنا نراوها الاعتداءات هذه موجودة؟ قانونيا المعلم كي يمشي يشكي هوني علاش ما ياخوش حقه؟ معناها علاش قانونيا القانون علاش ما يعاقبش؟ لا هو سمية قانونيا علاش ديما سامحني نمشي معناها اللي ضرب شنو قال شنو راهو مريض؟ عنده اضطراب نفسي، عنده مريض احنا ساعه ما نعرفوش احنا ما نعرفوش المراه هذه ما نعرفش انا قلت لك وحدي اجتهاد شخصي ظهرت لي ماهيش نورمال معناتها دقيقه كلامها مش عادي. تو اسمع الاعتداءات اللي صارت الكل وديما
توثق معناه وتهبط على السوشيال ميديا. لنهار شفنا ولي ولا ولية سامحني قالوا هما مريضة مريضة. لبس عليهم سامحني محليهم كل لابسة كل لونات والشعر والكل محليهم. باهي معناه فما حتى ولية دخلت قالوا مريضة، ليه ماهيش مريضة؟ أما شنو باش تحمي هي روحها نهار آخر ويلموا الموضوع ويلموا الحكاية. شفت إذا ما تعاقبش مثل الحادثة هذه ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها وما تحطتش النقاط على الحروف صدقني باش تتواصل ويزيدنا نعرفوا اللي احنا صغيراتنا راه مهددين. هو توا هذه تم الاحتفاظ بها البارح راه معناها اكثر شيء من هاك معناها صارت الحادثه حسب الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه بالقروان صارت العشرة نتاع الصباح في حدود الساعه الرابعه مساء تم الاحتفاظ بها وما قالوش راهي مريضه ولا مش مريضه. انا قلت لك هذا اجتهاد شخصي ما دام تم الاحتفاظ بها ربما يتم عرضها على عملت بوليميك على السوشيال ميديا قالوا هي مريضه معناها فهمت. وهنا معناتها راهو الاعتداءات موجوده معناتها القانون ينظم راهو كل اعتداء عنده نص هضم جانب موظف عمومي هي ديجا محاله على من اجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء والله الجرائم هذه 125 مجله جزائيه و127 وتعطيل حريه الشغل نتحدث بين العام الخمس سنين سجن داكوردو يعني القانون موجود في هذا ويقعد زاد راهو فما كيما فما اولياء قاعدين يتحالوا على الاعتداء على المربين كيما زاد فما مربين العكس قاعدين يعتديوا على التلامذه بون قليل مش برشا قليل ماهوش برشا لكن قاعدين كل واحد يتحاسب. انا الاشكال اللي عندي في هذا الكل شنو معناه انت كي تجي تلقى مدرسه ماهيش محميه هنا الحمايه تبدا مسؤوليه وزاره التربيه في النهار هذاك اللي شفنا فيه نحن شفنا فيه برشا جرائم ودايور انا تسائلت حتى في الوضعيه هذه قلت علاش المراه تحالت من اجل الاعتداء بالعنف الشديد وتهضم جانب موظف عمومي وغيره وغيره واللي صور زادك الطفله اللي صارت لها الساعه هذيك الطفله اللي صارت لها الاعتداء اللي خرجتها قالت لها انت ارجع تاني هذيك مانيش عارف علاش ما تمش الاحاله في حقها معناها هذيك نورمالمون لي بارون دي حاجه لازم يشكيو معناها واللي صور وبين قوسين مش نحل قوس لهنا راهو التصوير نتاع الصغار راهو ممنوع بالقانون عندنا قانون 2014 يحمي المعطيات الشخصي شفت انت حتى فرحان بولدك تعمل ستوري تهبطوا انت وياه راهو هذيك جريمه فيها حبس عامي يعني تحط له اسمه كذا عرضت هويته ان الناس تعرفه هذا برشا حاجات رانا مش قاعدين نشوف انت جيت صورت ووريت وجوه التلامذه ووريت لهم معناتها ايش قاعد صاير وهزيت اذعته يعني برشا مشاكل وبرشا اشكاليات كانت نجموا نتجنبوها لو كان المحيط مسكر تصور تخيل لو كان فما حزم كيما في البريفي هو عندنا نحن عندنا دوبل فوا عندنا مدرسه خاصه باب مسكر تدخل كانك داخل جزرنا وعندنا وضعيه اخرى نتاع مدرسه عموميه من دخل بيت ابي سفيان فهو الناس كله ادخلوها بسلام داخل خارج داخل خارج البيبان كلها حديد ازرق ومحلو دار سيد الوالد سكر يسكر تتلامذة عندك غادي شو معناها شكون يدخل هذا وشكون هذاك هذاك من لا ولي يدخل خاطر باش يدخل باش يعمل مشاكل والاولياء توا معناتها يحبوا ولادهم الكل يجيبوا 20 ويحبوا ولادهم الكل معناتها ما يمسهم حد وما يعاركهم حد ويلزموا كل مريقلين والناس الكل تحب الطاوله الاولى نحب ولدي 20 تهمني برشا رقم 20 ويحبوا ولادهم يقول لك الكل انا مش عارف انا حقهم يبدلوا ستيل الكلاس اللي يسميهم هما الاقسام تولي معناتها بالطول كلها كترا خلي الناس الكل تقعد في الطاوله الاولى وهذه تصير عليها ألف مشكل يقعد كان حاجه واحده يلزمنا زاد نخمموا في جوده التعليم في تونس اليوم انا تو تطلع ولدك كرطابه فيها 20 كيلو والله احنا تعبين في جرت احنا نطلعوا في الكرات وفي الاخر المستوى ماشي ويرجع بالتوالي هنا هذا السؤال المهم بعد ما جبنا كرارس وكراتب وطلعنا وهبطنا شوف النيفو كان قبل كيفاش وشوف توا كيفاش كان قبل المهم نختم معك استاذ اليوم راهو معناها يلزمك تطلب حقك راهو فهمت وقت اللي تتعرض كان الاعتداء والحاجه لازمك تطلب حقك والقانون معاك بالطبيعه انا توا المحاكم ماشي جايين عليها الناس كلها مطالبه بحقها توا المحاكم غاطسه في القضايا اللي تشوفها على كل حال ربي بقي ستر ماذا بينا الموضوع هذا باش نخدم نسكر بالحق التعليم راهو لازم يتمسش عندك التعليم بالذات راهو المستقبل مستقبل تلعب بالمستقبل انت تو شنو طالعين هابطين معناتها كل مره داخلين عركه وصور واعمل انت فضايح على كل حال ربي بقي ستر على بلادنا وكاو شكرا لك استاذ احمد الغربي يعطيك الف صحه نورتني فقط نحب نضيف حاجه التعليم راهو خط احمر كما قال الاستاذ راهو مستقبل صغيراتنا راهو هو المستقبل ديجا اليوم وقت اللي نبعثوا صغيراتنا راهم امانه عندكم احنا نبداو نخدموا ولا نبداو حتى ما نعرفش شنو نعملوا كي نبعث انا بنتي ولا ولدي عندكم يقرا راني نبدا متهنيه ونبدا مطمئنه معناها مانيش را ولدي في فيديو مثال تضرب ولا يكلموك يقول لك راهو عينه ولا مات ولا توفى
عيب الحق عيب، نحاولوا معناها خاصة في القطاع العمومي، بربي خاصة في القطاع العمومي. سيدتي تحب نقول كلمة، تفضل. بلي عندي حاجة نقول فيها ديما كل وسيلة إعلام نحضر فيها نقول فيها. راهو ما عادش ممكن حسب رأيي الشخصي ليزور كروز هذوما مشاو على رواحهم، تو الأم تخدم والبو يخدم، ما عادش في تونس نادرا نادرا ما تلقى أم قاعدة في الدار. ليزور كروز الساعتين اللي برا يسيبوا فيهم راهو ماهوش معقول. ما سيرش سيبوهم وعملوا مكتبة صغيرة يعملوا مكتبة هكا يا خويا، خليه يقرا نص نهار ويروح، يقرا نص نهار ويروح. سامحني ما عادش فما مكاتب في معاهدنا مكتبة هكا فيها قصص فيها كتب ويطالعوا شوية، ما عادش عندكم مطالعة، ما عادش تهويو المطالعة ولا بالحق بيزاغ. مع منيت نشد نهار صغير يقرا في قصتي، اسال اي صغير يقول له اخر كتاب قريته ولا اخر قصه قريته، يقول لك ما نعرفش. بالحق معناها فرق كبير بينا وبينهم. شكرا لك استاذ، انا باش نمشي نرجع بحذا الشيف رؤوف ونشوفوا شنو هي بالطبيعه، شنو باش نعملوا احنا شيف، باش نعملوا برشا حاجات مع الشيف، برشا حاجات. انا هكاك راني عندي توا شويه صايمين ديما نقيد على رمضان، بعد رمضان حسبوني مرحبا.